لكن لما يتعلق الأمر بالتاريخ والحقيقة بنبقى مهتمين قوي بالتصحيح والتصويب، أولا حفاظا على حقوق الناس كلها، وحفاظا على الأجيال اللي جاية تعرف التاريخ. كابتن فاروق جعفر قال تصريح مهم جدا في قناة الزمالك، قال أنا أخدت أحسن لاعب في مصر 8 مرات، ولما سئل على الأسطورة في إرضاء أو في اتجاه معين قال لك لا بقى، الأسطورة هو الكابتن علي خليل. لو هنتكلم على الأسطورة، الأسطورة في تاريخ الكرة المصرية الكابتن علي خليل، بما يعني محاولة سحب اللقب الشعبي من الكابتن محمود الخطيب، واضحة في سياق الأحداث اللي ماشي اليومين دول. الأسطورة والعبقري واللي ملوش زي كلها ألقاب شعبية جماهيرية أو حتى توصيفات إعلامية، محدش فاز بلقب الأسطورة، مفيش جايزة أعطيت لواحد حتى لو كان حد خد لاعب نادي القرن، لكن الأسطورة كأسطورة أو كمسمى ما هياش جايزة، ما هواش لقب عشان حد يقدر يخلعه عن حد أو يمنحه لحد. لكن عندك تعليق قبل ما أقولك؟ عندي تعليق. كابتن فاروق مختلف، شعر بيه مختلف من بعد الكورونا، من بعد يعني في حاجة حصلت. احنا كنا بنتوقع من كابتن فاروق، كنا بنسمع دايما منه وابدا شايفين واقف صح قوي، وكان منصف، وكثيرا ما كان بيبقى رأي منصف، كنا بنشيد بانصافه. دلوقتي واخد خط المعاداة والمعاكسة بشكل واضح، لدرجة ان هو ممكن ينسى هو قال ايه قبل كده ويقول كلام يناسب اللحظة. يعني هو قبل كده ما كان بيسأل مين افضل لعيبة كان بيقول لك كابتن الخطيب وكابتن علي ابو جريشة وكابتن، صحيح. النهاردة بيسقط الخطيب من حساباته. طب هو الكابتن فاروق اعتبر انه الكابتن علي خليل هو الأسطورة الحقيقية، حتى وان كان كل الناس اللي متابعة كرة من زمان عارفة الكابتن علي خليل مشي من مصر اللي هي كابتن فاروق، مش مهم، بس رجع الراجل وربنا يديله الصحة. لما رجع الكابتن علي خليل وسئل علي خليل الأسطورة في رأي الكابتن فاروق جعفر، هو نفسه شايف مين اللعيب اللي ما حصلش.